سنة 1952 تم الكشف عن أكبر شبكة تخريب يهودية في القاهرة واسكندرية. الشبكة دي كان اسمها الوحدة 136، كانت بقيادة ضابط الموساد الإسرائيلي ماكس بينيت. وبالمناسبة ماكس بينيت بعد المخابرات المصرية ما قبضت عليه نشرت خبر انتحاره جوه زنزانته. لما إسرائيل سمعت بالخبر عملوا له جنازة مهيبة، كان حضر الجنازة بتاعته جميع القيادات العليا في إسرائيل وعلى رأسهم موشا ديان بنفسه. وبعد سنتين المخابرات المصرية أعلنت إنه ما كانش مات في الخبر اللي احنا زعناه عنه، ومات بعدها بسنتين، والخبر ده أدهش إسرائيل وقلبها رأسا على عقب. النهاردة هنتكلم عن قصة الجاسوس الإسرائيلي اللي اشتغل لصالح مصر وتم الكشف عنه عن طريق فضيحة لافون. أما مين هو ماكس بينيت ويعني إيه فضيحة لافون، هو ده اللي أنا جاي أعرفه لك النهاردة صديقي. سنة 1935 هرب ماكس بينيت من ألمانيا الغربية لفلسطين المحتلة من تعذيب النازيين، والسبب لأن أبوه كان يهودي وأمه كانت مسيحية، وطبعا ماكس كان معتنق الديانة اليهودية، فعشان كده لقى معاملة وحشة من النازيين الألمان. وطبعا لما سافر لفلسطين المحتلة لقى هناك يهود. اليهود وقتها شجعوه ينضم لجمعية الهجان الصهيونية، كانت في قفار هجين. ماكس كان بيحب التعليم ودراسة المجالات المختلفة، ودرس الهندسة الكهرباء وإشارات وفك الشفرات بأجهزة الإرسال والاستقبال والراديو. ده انضم للجيش الإسرائيلي في سلاح الطيران وأصبح برتبة رائد مقاتل بسلاح الطيران. بعدها انضم للمخابرات الإسرائيلية، ومن هنا يبدأ ماكس بينيت رحلته. تم تكليفه للسفر سنة 1951 لألمانيا، ومنها طلع على العراق. مهمة المكلف بها وقتها إنه يرهب يهود العراق من الحكومة العراقية ويشعل الفتنة بين يهود العراق وباقي الطوائف والأديان. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين إنه كل هدفه إنه يهجر يهود العراق أو يهود أي مكان في العالم عشان يوديهم لأرض المعاد إسرائيل. والفريحة بقى سنة 1952 لما تم تكليف ماكس بينيت بمتابعة وحدة 136 بالقاهرة. الوحدة دي كانت مشكلة بين يهود القاهرة ويهود اسكندرية، ومكلفين بإشعال الفتنة وتوتر العلاقات السياسية بين مصر وأمريكا وإنجلترا. كانوا بيحطوا عبوات ناسفة عند المستثمرين الأمريكان والإنجليز والمنشآت الأمريكية والقنصليات الأجنبية كلها ومنشآت القاعدة العسكرية بالقناة. وسنة 1954 من ضمن الأعمال التخريبية قرروا يفجروا سينما ريو كونها عمل استثماري يخص الإنجليز. جابوا واحد منهم صنعوا له قنبلة بدائية الصنع وبعتوه بالقنبلة دي عشان يحطها في سينما ريو أثناء عرض الحفلة من الحفلات بتاعت السينما. طبعا ولسوء حظه وهو رايح يحط القنبلة للناس، القنبلة اشتعلت وولعت في البدلة اللي هو لابسها، بدأ ان هو ينهار ويسور. الناس كلها طبعا اتلمت عليه قدام السينمات، بيبقى فيه ناس كتير مستنيين السينما تفتح عشان يدخلوا. الناس اتلمت عليه وبدأت تقول له مالك، طب ايه اللي بيولع في جيبك؟ هو أصابه حالة هستيرية وبدأ يقول للناس أنا هعترف، أنا هقول لكم على كل حاجة، أنا هعترف. طبعا البوليس اتدخل والشرطة كلها اتدخلت عايزين يلحقوه، هم مش عارفين إن هو جاي يفجر السينما، هو كل همهم إنه عايزين ينقذوا حياته، وهو كل اللي نازل عليه أنا هعترف بكل حاجة، أنا هعترف بكل حاجة. قالوا له طيب اتفضل معنا على الاسم، بعد طبعا ما طفوا البدلة من النار اللي ولع فيها، قالوا له اتفضل معنا على الاسم واعترف باللي أنت عايز تعترف بيه، افتكر اللي أنت اللي قلت. وبفترة الشعب المصري وتبته بعد ما أنقذ حياته، بدأ البوليس ياخده على اسم الشرطة وبدأ يعترف على الوحدة 136 وعلى كل أعضائها المشكلين ومكلفين بتخريب العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبين إنجلترا وأمريكا وفرنسا. وأحب أزيد لمعلوماتك أن الوحدة 136 لما تم الكشف عليها وتم القبض على كل الأعضاء اليهود المشكلين بالتخريب داخل اسكندرية والقاهرة، الوحدة دي لما تم القبض عليها كانت السبب في إقالة ديفيد بن غوريون اللي هو كان رئيس وزراء إسرائيل، وبرضه كانت السبب في إقالة بنحاس لافون اللي هو وزير الدفاع الإسرائيل والسبب الرئيسي لهجرة بعض اليهود من مصر. طبعا عشان كده سموها فضيحة لافون. كان من ضمن أعضاء المجموعة المقبوض عليهم ومن ضمنهم إيلي كوهين ومارسين لينو. مارسين لينو اعترفت ان ماكس بينيت رجل الاعمال الالماني اللي كان صديق مقرب لمحمد فريد هو رئيس الوحدة 136 والداعم الرئيسي ليها. ماكس بينيت وصل بيه الدرجة انه عمل علاقات مع كبار قادة الجيش
كرجل أعمال ألماني، ومن ضمنهم اللي هو محمد نجيب اللي أصبح بعد كده رئيس جمهورية بعد ثورة 52 وإعلان الجمهورية بقيادة الضباط الأحرار. بالفعل تم القبض على ماكس بينيت وإظهار صفته الحقيقية إن هو مش رجل أعمال ومش بيشكل فريق أو بيشكل مجموعة لتخريب في البلد. الصيد بقى وزنه تقيل جدا بالنسبة للمخابرات المصرية، وكل يوم وجه جديد بيظهر ضمن المجموعة كان يلزم إخفاء القبض عليه، بس للأسف عرفوا عن طريق كلابهم. وطبعا لما عرفوا إن ماكس بينيت اتقبض عليه، كان لازم المخابرات المصرية تعرفهم إن ماكس بينيت وافي ليهم لآخر لحظة وما اعترفش على أي حاجة من المهمات اللي هو مكلف فيها. وبالفعل المخابرات المصرية نشرت خبر انتحاره داخل زنزانته عشان مش عايز يعترف على أي حاجة في بلده. وطبعا لما إسرائيل عرفت كده اتشرفت بيه جدا وعملوا له شأن عظيم، وبدأوا إن هم يحطوا اسمه على جميع الميادين العامة عندهم في إسرائيل، وعملوا له جنازة مهيبة حضرها جميع قادة الجيش الإسرائيلي وعلى رأسهم موشا دايان. المخابرات ساعتها عملت كده كخطة تمويهية تمول اليهود والإسرائيليين والمخابرات الإسرائيلية بالأخص عشان ما تعرفهمش وما تخلوهمش يغيروا الخطط اللي عندهم، تبقى نفس الخطط بتاعتهم بس يبقى عندنا حد منهم يكشف لنا على كل الخطط اللي هم ناويين يعملوها من غير ما يعرفوا اللي احنا كشفنا على الخطط بتاعتهم. نفس الوقت برضو يعرفوا ان الراجل بتاعهم انتحر مخصوص عشان ما يعرفش أعدائهم الأسرار بتاعتهم. وبالفعل هو دوت اللي هم وصلوهم واللي صدقوه وعملوا على انتحاره مناحة، وفي الحقيقة ان الراجل بتاعهم اعترف على كل الخطط بتاعتهم وفاد الجيش المصري وفاد المخابرات المصرية والمخابرات العامة المصرية إفادة لا حصر لها، وكان يعتبر بمثابة صيد سمين جدا للمخابرات المصرية، ويعتبر لحد دلوقتي المخابرات المصرية ما مسكتش جاسوس إسرائيلي قالها على أسرار قد الأسرار اللي قالوها لماكس بينيت. وفي الحقيقة إن ماكس بينيت كان زيه زي أي واحد في اليهود، لقى نفسه خسران وكده كده اتقبض عليه وهيتحاكم عندنا هنا، قال لك لا أنا اشتري نفسي وأبدأ إن أنا أبيع لهم المعلومات عشان أنا اللي أنجى، كده كده إسرائيل مش هتنفعني وكده. وهو دوت مبدأ اليهود لما بيتمسكوا في أي مكان عن طريق مثلا المخابرات، لما يتمسكوا بقضايا تخابر بيبدأ إنه يبيع الطرف اللي كان بيشتغل لحسابه عشان ينجي نفسه. وبالفعل بدأت المخابرات تشغله لحسابنا وتعرف منه كل التوقعات والتصرفات بتاعت اليهود وأسرارهم وأسماء الجواسيس بجميع المحافظات اللي في مصر، وعملوا له إقامة جبرية باسم ريتشارد كاليفورد. بالاسم استفدنا منه كتير. ماكس كان بمثابة كنز للمخابرات المصرية، قال لهم على أسرار المخابرات الإسرائيلية بإداراته وأسماء ضباط وطرق التدريب بتاعت الضباط وطرق التدريب على الأجهزة وطرق تدريب الجواسيس وعناوين المراسلات السرية في روما وأمريكا وفرنسا وإنجلترا، ومعلومات مهمة كتير عن السلاح الجوي الإسرائيلي. وسنة 1962 يتوفى ماكس بينيت في إقامته أثر أزمة قلبية. وبالفعل بعد سنة 1962 تم نشر الخبر لإسرائيل إن ماكس بينيت اتوفى، وكانت الصفعة الحقيقية على وجه إسرائيل إن ماكس بينيت ما ماتش في السنة اللي هم أعلموا بيها. وبالفعل المخابرات المصرية تقرر تبعت جثته بعد وفاته الحقيقية لإسرائيل بعد 3 سنين من إعلان وفاته. ماكس عمل كده وساعد المخابرات المصرية عشان كان عارف انه لما يتقبض عليه، عارف انه القبض على رجل مخابرات لجهاز معادي بأمر مش عادي وحيطلعوا منه المعلومات كلها، ده امر طبيعي جدا وامر لابد منه، لانه طبعا ما كانش جاسوس عادي، ده كان ضابط في الموساد الاسرائيلي. وهو بصراحة الراجل اختصر الطريق واشتغل على الطرف الثاني بدل ما يشتغل لصالح بلده، وبدأ برضو الطرف الثاني اللي هو مصر تقدره وتعمل له إقامة جبرية، وحقيقي ما تهنش خالص. ودي كانت قصة ماكس بينيت ضابط الموساد الإسرائيلي اللي دخل مصر بصفة رجل أعمال ألماني. أنا أخوكم عبد العزيز، لو عجبكم المحتوى الجديد بتاعي ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك للقناة. أستودعكم في رعاية الله، مع السلامة.